السلام عليكم. الحرس الثوري الإيراني، نحن الآن أقوى من أي وقت مضى. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فودي يوم الثلاثاء إن الحرس الثوري أقوى من أي وقت مضى. وقال العميد فودي خلال مراسم تقديم قائد ومساعد فريق العباس التابع لحرس الثوري الإسلامي في محافظة أردابيل شمال غربي إيران إن أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الشيطان الأكبر أمريكا نفذوا خلال الأعوام الماضية 42 إجراءات بغيضة وعملوا ضدهم بكل قواهم، إلا أنهم لم يتمكنوا حتى من تحقيق انتصار واحد. وأضاف إن وعد الله هو أن حزب الله هو المنتصر، وأن حزب الشيطان لن ينتصر أبدا، ويتوجب أن نبذل كل اهتماماتنا بخصوص حزب الله وأن نسعى للتحرك دوما في الممارسة الصحيحة وحزب الله. وأشار إلى تقديم الحرس الثوري 40,000 شهيد في طريق الثورة الإسلامية، مؤكدا أن كوادر الحرس الثوري هم في خدمة الشعب والثورة، ويجب الاستمرار على هذا النهج والعمل في سياق حفظ وصون البلاد. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.